اليوم وفد من مجلس محافظة نينوى زرنا مركز استقبال النازحين في منطقة حمام علي أو بالقرب من مخيم حمام علي. اليوم مع الأسف الشديد هناك معاناة كبيرة يعاني النازحين الذين نزحوا من منطقة اللعفر والمحلبية والعياضية أو من عموم غرب مدينة الموصل. اليوم نرى بأن هناك تقصير كبير من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل الأمم المتحدة في مواجهة موجة النزوح هذه، حيث هناك أكثر من 6500 شخص متواجدين في مركز الانتظار ولا يوجد من يأويهم، ولا توجد مخيمات من الممكن نقلهم إليها بسبب منع السلطات الاتحادية أو القوات المشتركة من نقلهم إلى الجانب الأيسر والمخيمات المتواجدة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. وهذه معاناة كبيرة. أنا من خلال هذا المنبر الكريم أناشد دولة رئيس الوزراء بالتدخل بشكل مباشر لحل معاناة هؤلاء النازحين، وكذلك أناشد حكومة الإقليم وعلى رأسها فخامة الرئيس مسعود البرزاني بضرورة فتح المجال للدخول في مخيمات حسن شامي والخازر والنرجسية للنازحين من أهالي اللحفر، وكذلك أناشد الشرفاء في عموم محافظة نينوى والميسورين وخاصة المتواجدين في جنوب الموصل بضرورة مد يد العون لهؤلاء النازحين، لأن هناك مأساة سوف تحصل. هناك لا توجد مواد غذائية، ومع الأسف الشديد المنظمة التي تدير هذا المركز، مركز الاستقبال، المنظمة النرويجية لا تقوم بواجبها بالشكل الكامل. هناك تقصير كبير من ناحية الماء والغذاء. وأيضا أقدم الشكر لمنظمة من المنظمات وهي منظمة حباء التي تقوم بشكل طوعي بالطبخ لهؤلاء النازحين، ولكن لا تستطيع هذه المنظمة تغطية هذا العدد. وأيضا أقول لإدارة محافظة نينوى هناك تقصير كبير في مواجهة هذه موجة النزوح، لأن اليوم ما يقارب 6 أيام هذه موجة النزوح ولم نرى السيد المحافظ قد توجه إلى هذا المركز وقدم ما يستطيع تقديمه. بالتالي فإن هؤلاء الذين نزحوا من أهالي اللعفر والمحلبية والعياضية إذا كانوا غير مرغوبين بهم في العراق في محافظتهم، أنا أقترح ولو هي لا يجوز هذا الكلام، ولكن أقترح بأن هناك إبادتهم بالشكل الكامل أحسن مما نقحمهم في الموت البطيء. فلا يجوز أن يقولوا بأن هؤلاء أهالي اللعفر لا نقبل بهم، لأن هؤلاء قد دخلوا إلى 3 نقاط تدقيق وقد كان تدقيقهم إيجابيا. بالتالي فما الضير في تحويلهم إلى هذه المخيمات أو إلى فتح المجال لتحويلهم إلى الجانب الأيسر؟ وبالتالي فإن هذا الأمر هو معكوس على كل المسؤولين المتواجدين في الدولة العراقية إذا لم يقوموا بواجبهم الإنساني، وكذلك الأمم المتحدة التي دائما تداعي وتطالب بحقوق الإنسان. اليوم هناك انتهاك صارخ في حقوق الإنسان لأهالي اللحفر، لأنهم لا يقبلوا بأن يتحولوا إلى مخيمات ولم تهيئ مخيمات لهم، حتى المخيمات التي من الممكن تستوعبهم هناك منع من دخولهم لها. مع الشكر والتقدير لقناة الموصلية التي هي سوف تصل صوتنا إلى جميع الشرفاء إن شاء الله في العالم.